سويسرا بلد مشهور بجباله وساعاته وأبقاره، وبالطبع بالجبنة. أشهر الأجبان السويسرية هي جبن الإيمنتال، وعرفت في العالم بسبب ثقوبها. وفيما يخص ثقوب الجبن هذه، كيف صنعت؟ إنه وادي إيم في إقليم بيرنا، منظر جدير بالبطاقات البريدية بقمم جبالها المغطاة بالثلوج والقرى والأبقار الناعسة. لا عجب أن الأبقار متعبة، فعلى هذه السلالة وحدها ضخ ما يكفي من الحليب لإنتاج 27 ألف طن من جبن الإيمنتال في السنة. ما يميز الجبن السويسري هو الأبقار، وتتبع نظاما غذائيا مكونا من 80 كيلوغراما من عشب وقش. بعد يوم مضن من المضغ تعود إلى المزرعة لتحلب. وفي الخامسة من صباح اليوم التالي يسلم مزارعو الألبان الحليب غير المبستر إلى واحد من معلمي صناعة الأجبان البالغ عددهم 180، ومنهم جوهان سمر. يضخ جوهانس الحليب إلى حوض من النحاس، ولتحويل الحليب إلى جبن متماسك يجب تخثير الحليب، ويتطلب هذا أمرين. يسخن جوهانس الحليب إلى درجة 32 درجة مئوية مدة 55 دقيقة، ثم يضيف مادة تدعى المنفخة. وتصنع المنفخة من مواد مستخرجة من بطانة معدة العجول، وفي الوقت نفسه يقوم جوهانس بإضافة مادة تعرف ببادئة التخمير التي تحتوي على ثلاثة أنواع من البكتيريا. ولاحقا ستؤدي هذه البكتيريا دورا في صنع تلك الثقوب. تستغرق المنفخة 35 إلى 40 دقيقة لتبدأ مفعولها. كما يحدث في معدة العجل يبدأ الحليب بالتخثر، وعندما يصل إلى القوام الصحيح يساعد جوهانس خثارة الجبن على الانفصال عن المصل، ويستخدم زوجا من الأدوات ذات الأسلاك والتي تدعى بقيثارة الجبن. تقوم القيثارة بشطر خثارة الجبن وتقطيعها إلى كتل صغيرة بحجم حبة الذرة. بينما يستمر التحريك ترفع الحرارة إلى 54 درجة مئوية. يساعد هذا التحريك والتسخين على فصل الخثارة عن المصل. حالما يشعر جوهانس بالرضا عن قوام الخثارة، جيد جدا، يتم ضخ الخثارة والمصل في قوالب كبيرة مستديرة. يتطلب ملء واحدة من هذه العجلات الضخمة نتاج أكثر من 1000 لتر من الحليب. تسمح شبكة دقيقة بعبور المصل السائل وتصفيته، لكن الشبكة لا تتخلص من المصل كله. ولعصر آخر قطرة من السوائل يتم تطبيق ثقل مقداره 1700 كيلوغرام على الأجبان مدة 20 ساعة. ولكن عندما تخرج الأجبان من القوالب تكون ما زالت طرية، وللحفاظ على شكلها من الانهيار تحتاج إلى قشرة صلبة. ولتشكيل هذه القشرة الصلبة يسترخي الجبن في حمام ملحي طويل الأمد. لا يمكن لجوهانس تحميل الجبن يدويا، فوزن كل منها يصل إلى 100 كيلوغرام تقريبا. لذا يستخدم قاعدة، بعد 48 ساعة في الحمام المالح بدأت قطع الجبن تكون قشرة خارجية صلبة. يكمن التحدي التالي في تشكيل الثقوب. في الأصل كانت الثقوب الموجودة في الجبن السويسري تعد عيوبا، أما الآن فقد أصبحت جاذبا أساسيا للبيع. يكمن سر الثقوب في الأنواع الثلاثة للبكتيريا التي أضافها جوهان سابقا،
يحول نوعان منها سكر الحليب إلى حمض اللبن، ثم يقوم النوع الثالث من البكتيريا باستهلاك حمض اللبن هذا ويطلق غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يشكل الفقاعات التي تحدث الثقوب. المشكلة هي أن الفقاعات أخف وزنا من الجبن، وإذا تركت وشأنها فمن الطبيعي أن تصعد ويبقى النصف السفلي من دون ثقوب، ولمنع هذا يقوم جوهانس بقلب الجبن. نقلب الجبن مرة أسبوعيا كي تتوزع الفقاعات بشكل متساو. هكذا يسير الأمر. المشكلة هي أن الثقوب تكبر بسرعات متفاوتة، لذا ولمدة 8 أسابيع يتجول جوهانس في أرجاء المكان وهو يربت على الجبن. هذا ما يجعل جوهانس معلما في صنع الجبن. مع كل ضربة تكشف له أذنه مدى اتساع الثقوب، وعندما تصبح الثقوب في الحجم المناسب يرسل الأجبان إلى المعالجة، ويحدث هذا في مكان أبعد في الوادي. تضم وحدة التخزين الشاسعة هذه ما يناهز 12,000 قطعة جبنة، وتخزنها مدة عام في درجة حرارة 10 درجات مئوية. هنا يقص الجبن ببطء ويكتسب مذاقه الفريد، ولا توجد مواد حافظة في جبن أمنتال، لذا خطر نمو العفن على القشرة قائم على الدوام. ولمنع حدوث هذا يتم غسل العجلات أسبوعياً. يتم فركها وتنظيفها بالفرشاة لإزالة أثر العفن، وتقلب لضمان عدم انتقال الفقاعات. حالما يصل الجبن إلى مرحلة النضوج يحين موعد اختبار التذوق مع رئيس ضمان الجودة يورغ كريك، وإذا نجح الجبن فسيتم بيعه كجبن أمنتال بشكل رسمي، وإن فشلت فسيتم استخدامها في صنع الفوندو. يبحث يورغ عن 4 معايير: الشكل والرائحة والمذاق وقوام الثقوب، ثم يمنح كل قطعة جبن علامة من أصل 20. لنرى، لنتحقق من المذاق. الجبنة لينة، الثقوب متساوية، تبدو ممتازة. الآن لنتذوقها. ممتازة، سأمنحها 19 درجة. بعلامة شبه كاملة صارت هذه الجبنة جاهزة للبيع. مجموعة أخرى من جبن أمنتال السويسرية والثقوب لا بأس بها أيضا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.